اه فرحتي بي؟ يستر عليكم. انت رز غراب مو؟ هي لسه متفاجئة. ايوه علي. متفاجئة انت حجية؟ ايوه علي. خفت هذا المحل اليوم يا رب. هو الى بعد لحمة. الي بعافية. سلمناها الى. انا اشتريت اليوم السواقية. هني هني هني. كم مليون؟ درست المحل. هني. خو مو تريدين اجلطك اياه يعني؟ طيب قوم اطلع برا. هذا محلك تستاهلين يوم هذا بالخير وبالعافيه علي والله يرزقك ان شاء الله يستر عليكم يمه فرحت قلب والله يفرح قلب صار عندك بعد بيت تقعدين بيه بدل المحل اسوي لكم جدر دولمه جدر دولمه بعد تعرفين تطبخين الله شوفين طبخه ها بعد نجيك انت اليوم كنت ضايجه تقولين شلون استقبلكم هنا فرح تستقبلينا ببيتك الجديد ان شاء الله ان شاء الله يوم نجي اي بيت جديد اي ان شاء الله حلو زين وتقعد بيه ان شاء الله ان شاء الله وحدها اقول لك مياد بعد ما عندك منافس هنا بالاسواق بس انت بس انت هنا الاجبان العصائر الحلويات ما خليتوا شيء بعد ها كل شيء بس البنات جيبوا لي اياهن بعد الحلوان شو تسوين مياد مياد انت حتى تتابعين برنامجنا اي بعد هذه هنا تتونسين وعدك هذه الشاشه والستلايت والولد هسه يرتبون لك اياها بالخير تابعين برنامج يوميه بعد زين تسلمون حبيبي يا الله